بيان القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يوليو الذي ألقاه آنذاك وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أعلن الاستجابة للإرادة الشعبية بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية التي حاولت اختطاف مصر وطمس هويتها. وأكد بيان القوات المسلحة على ما بذلته من جهود خلال أشهر لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية ما بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة آنذاك. يوم 3 يوليو ليس مجرد ذكرى لكنه علامة فارقة في تاريخ الوطن. يوم استرد فيه المصريون مقدرات الوطن وأفشلوا فيه مؤامرات اغتيال مؤسساتها وخيانة ترابها. وسط أزمات سياسية وعدم كفاءة في إدارة شؤون البلاد غلفتها حالة من الغضب الشعبي، مرت فترة قاتمة على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حتى جاءت ثورة 30 يونيو المجيدة محررة البلاد من قيودها لتنطلق نحو ما تصبو إليه من مستقبل يستحقه شعب مصر العظيم. علامة فارقة في تاريخ مصر لمواجهة المؤامرات سجلها تاريخ 3 يوليو من خلال التصدي لكافة محاولات إفشال الدولة واغتيال مفهوم الدولة الوطنية عبر مؤامرات كان الأمن أحد أبرز أهدافها، وسط تحديات غير مسبوقة من بينها اقتحام السجون ومراكز الشرطة وتهريب العناصر الإجرامية وتكوين العصابات المسلحة. في ديسمبر من عام 2012 كشفت أحداث الاتحادية الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يميل للعنف وقمع المعارضين الذين احتجوا على إعلان دستوري ديكتاتوري، فما كان من الجماعة الإرهابية إلا أن اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية. محاولات للسيطرة والهيمنة أفشلتها ثورة 30 يونيو لتنكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الملايين من خلال التلويح باستخدام العنف بشكل علني وارتكاب جرائم تخريبية في شتى أنحاء البلاد، ولكن مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها العريقة كانت عصية على الإرهاب، ونجحت إرادة المصريين التي ساندها الدور الوطني للقوات المسلحة في إزاحة ستار العنف والظلام. استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية على مدى سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية حتى جاءت كلمة النهاية في 3 يوليو استجابة لثورة الشعب المصري المجيدة في 30 يونيو عام 2013. الثورة المصرية ضد الجماعة الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيارها بمصر، بل كانت الضربة القاسمة لها في مختلف الدول العربية، وامتدت آثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج. سقطت ورقة التوت فبدت انشقاقات الجماعة المنحلة وصراعاتها على المغانم واضحة، إضافة إلى انكشاف تضليلها لجيل من الشباب تحت شعارات مزيفة. جماعة الإخوان الإرهابية التي استطاعت على مدار سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية جاءتها الضربة القاضية بهبة الشعب المصري وظحره لها في ثورة 30 يونيو من عام 2013. الثورة المصرية ضد جماعة الخداع الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيار الجماعة بمصر، بل كانت الضربة القاسمة للجماعة في مختلف الدول العربية، وامتدت أثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج. خريف عاصف ضرب الجماعة في أعقاب ثورة يونيو بدأت بسقوط مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع سجيناً عقب قيادته لأحداث العنف التي تلت الثورة،
ليتم الإعلان عن محمود عزت قائماً بأعمال الجماعة وموجهاً لعملياتها الإرهابية في ربوع الوطن، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في أغسطس 2020، ليتولى بعده إبراهيم منير الهارب في بريطانيا التوجيه الإرهابي للجماعة حتى وفاته المنية عام 2022. السقوط السريع للحرس القديم أشعل صراعاً في مغانم وإرث الجماعة الإرهابية والتمويلات التي تأتيها من مزعزع استقرار الأمم، إضافة إلى اشتعال الصراع الأيديولوجي بين شباب الجماعة ومنتفعيها القدامى، بعدما تأكد لشبابها أنهم كانوا مجرد حطب لنيران مطامع زعمائها. الجماعة الإرهابية انقلبت على نفسها بالانقسام بين جبهتي إسطنبول ولندن ومحاولة إنصاف القيادات بإجزال العطاء لجذب الطامعين كداعمين لهم، بعدما انفض من حولهم الآلاف من المخدوعين بشعاراتهم البراقة على مدار سنوات. الأمين العام السابق للجماعة الإرهابية محمود حسين أعلن نفسه قائماً بأعمال المرشد كخطوة استباقية للسيطرة على تمويلات التنظيم، فلم يكن أمام جبهة لندن إلا تنفيذ خطواتها المضادة وإعلان القيادي صلاح عبد الحق قائماً بالأعمال خلفاً لإبراهيم منير ليشتعل الخلاف الإخواني. الجبهتان المتناحرتان بالجماعة الإرهابية سرعان ما رمت كل منهما الأخرى بالأكاذيب ومحاولة استحداث تنظيمات متوازية، بل جاز للبعض سحب الصفة التنظيمية عن الآخر. حالة من الانقسام داخل التنظيم الإرهابي أعمق مما تخيله الوسطاء الذين سعوا للم شمل الجماعة بعد الفشل في الوصول إلى صيغة توافقية بين جبهات الإخوان المتصارعة. فالتشرذم والانقسام لم يقف عند تناحر الجبهتين الأبرز في تركيا وبريطانيا، بل امتد إلى داخل الجبهة الواحدة نفسها، حيث رفض أعضاء بجبهة لندن الاعتراف بزعامة صلاح عبد الحق للتنظيم لضعف كفاءته وقفزه حديثاً على المشهد سعياً وراء مغانم التمويل غير المشروع، مشككين في روايته بأن ولايته جاءت تنفيذاً لوصية إبراهيم منير، بينما وصف البعض وصوله الغامض للمشهد بأنه جاء لتفويت الفرصة على التكتلات داخل جبهة لندن ذاتها والمتربصين للسيطرة على الجبهة. أمر آخر زاد من آلام الجماعة الإرهابية وهو التوجه العالمي للتصدي للإرهاب البغيض الذي لم يسلم منه أحد، والذي تؤكد كل الدراسات أن جميع تلك التنظيمات الإرهابية نهلت من نهر أفكار تنظيم الإخوان المسمم فباتوا مزمومين في شتى الأرض، ولعل آخرها ما استهدف منابع تمويل التنظيم في فرنسا، حيث صادرت باريس 25 مليون يورو لصناديق مشبوهة للإخوان. الجماعة الإرهابية التي توالت هزائمها تعيش شيخوختها التنظيمية بعدما استشرى بجسدها مرض الانقسام من القمة إلى القاع ليترقب إزدال الستار عن فصلها الأخير.